مع كل موسم رمضاني يزداد قشع واستغلال التجار لحاجة المواطنين لتشهد الأسعار ارتفاعاً جنونياً يفوق قدرة المواطن وطاقته الشرائية، خصوصاً في وضع معيشي صعب تعيشه البلاد جراء الحرب. في ظل انقطاع الرواتب عن موظفي الدولة ووصول شهر رمضان المبارك ضيفاً علينا، والمواطن بيعاني من يعني أزمة غذائية خانقة في ظل قشع استمرار قشع التجار واحتكارهم للسلع الغذائية. رمضان موسم شهر عبادة، موسم الصلاة والتسبيح والتهليل والتراحم نحن كشعب يمني، لكن هناك من قشاعة التجار الذين لا يريدوا إلا رمضان موسم للتجارة وليس موسم للعبادة. ومع حلول شهر رمضان المبارك تزداد حاجة المواطنين لمادة الغاز المنزلي أضعاف ما يستهلكونه في بقية السنة التي يستغني فيها المواطن عن الغاز ويتحول لاستخدام الحطب بسبب رخص أسعاره. مادة الغاز تكاد شبه منعدمة مع قدوم شهر رمضان المبارك بسبب قشاعة التجار وإخفاء مادة الغاز لأجل رفع السعر مع غياب الرقابة من الجهات المختصة. يبدأ التجار في إخفاء واحتكار بيع مادة الغاز ما يسبب ازدحاما أمام محطات البيع، وهو ما يعطي الفرصة للتجار للتحكم بالأسعار كما يقول البعض ويرفعونها بحسب رغباتهم. تتفاوت أسعار الغاز المنزلي من محطة إلى أخرى نظرا لغياب دور الجهات الرسمية الرقابية في ضبط الأسعار وإلزام التجار بسعر موحد، لينعكس ذلك سلبا على حياة المواطنين. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.